صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أشكل علي حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا سفر، ثم قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. يحرج. وقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وقد تقدم معنا أن الجمع الحديث هذا مشكل. الصلوات في مواقيتها، هذا محكم واضح، صلي الصلوات في مواقيتها، كل صلاة في وقتها، هذا واضح من الأدلة، ما في إشكال. أما هذا الحديث فهو مجمل ومشكل، ولكن من العلماء من قال يحمل على المطر من غير خوف ولا مرض، ما بقي إلا المطر، جمع أجلي من أجل المطر بين المغرب والعشاء. ومنهم من قال المراد الجمع الصوري، لأنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها ويصليهما جميعا، هذا جمع صوري لا جمع حقيقي. ولكن الأوضح والأظهر أن هذا الحديث من المشكلات فيتوقف عن العمل به، ونعمل بالشيء الواضح الذي لا إشكال فيه. نعم، انتهى.